الفلوس، ما عندهاش قيمة بالفلوس. كرة توني كروس والورقة الحمراء احمرت احمرت في وجه الحارس تشيسني. هاتولي فابيانسكي، شيبولي فابيانسكي. ارسنال بعشرة لاعبين في الدقيقة 37. اريان روبن القنبلة الهولندية بكرة من كروس ذهبية ذهبية، وتشيسني هو الضحية، البولندي هو الضحية امام نجم الكرة الهولندية. وبار مانشر يقلب الدولة الان مع ارسنال. واحدة بواحدة ركلة جزاء كانت لمسعود أوزيل.